ضغطك برج الميزان، انت في التن اوف كابس احتمال انت بتحتفل مع الاسره في احتفالات، احتمال انت شريت منزل جديد او انت في زواج جديد، احتمال تحتفلوا في مولود جديد، احتمال انت شخص مرتبط متزوج مستقر اسريا، انت شايف احتمال انت تكون مرتبط، الاغلبيه راح تكونوا في ارتباط، انت شايف في شخص طلعته من حياتك وانت فرحان، انت شايفه كانه حمل ذنبك وراح، او حملته ذنبك ورحل من امامك، اختفى او تباعد. انا شايفه انه مكسوف منك، خجلان، وكانه كان يعني معذبك كتير وغلبك كتير، انت شايفه هيك برضه، انه مش قادر يوريك وجهه. الشخص ده مكسور قلبه جدا، زعلان وتعبان وحزين، احتمال دخل طرف ثالث بيناتكم، خلاكم تنفصلوا عن بعض، او خلاك انت كانك كشفت عنه حقيقة وواجهته فيها وخل و... انزعج، انكسر قلبه وحس نفسه هيك. طب الشخص هذا كان شايفك بالنسبة له انت استقرار وزواج، احتمال في بيناتكو مسافات بعد، فالشخص ده مش قادر يعني يعطيك الحقيقة الصحيح صحيحة. احتمال انت تباعد واختفيت وماسك نفسك عنه، وانت بتفكر في بداية جديدة لنفسك. بما انت في مشروع جديد وزبط معاك هذا المشروع، بس انت مبسوط فرحان حاليا، طاقة الفرح حسستك انك زي رديت حقك الشخص هذا. خلينا نشوف حس شوي ازيكو. يعني انت بس مرتبط خلاص. خلينا نشوف لبرج الميزان بدهم يحكونا. في رجوع، انا راح احطها بالعزبين كبر. تيك اكشن، شوف الموضوع واقف عليك يا برج الميزان، بقول لك خد اكشن يعني اتحرك انت. و هير فروم ناو، من سنه لحد هلا. خلينا نشوف الكراش برضه بتاع الميزان مره نطلع. جايك مصاري يا برج الميزان الثلاثة كمان. طيب خلينا نشوف للمرتبطين أول إشي. خلينا نشوف المرتبطين، الشخص هذا شاعر إنه هو عمل لك مشاكل كتير وحسك إنه أنت في صراع معاه، كأنه عندكم صراعات جبابرة أنتوا اثنين. الشخص اللي بفكر فيك في حب توازن يكون بيناتكم، لكن شاعر انه انت مثلا بتخلق له مشكلة او على كل شيء او بتحس على كل شيء عمله. هون بيحكوا لك انت خد موقف من سنة لحد من هلا لحد سنة. رح نشوف الرومانس، كلنا شفنا الشخص اللي حاسس انك انت في صراع معاه، في صراع بينكم، أحسك إنك أنت مش راسي عبارة في مشاعرك، مش عندكش سيطرة على مشاعرك، يعني فجأة بتعصب، فجأة بتثور، فجأة بترجع منيح. طيب ويدينك زواج،
برج الميزان المرتبطين. عفوا يا جماعة. طيب الشخص اللي شاعر انه انت طالب مشاكل معك، هاي الفترة طالبة مشاكل معك، وكأنك انت بتصارع على او انت بتناقش كتير على مشاكل كتير، بتفوت المشاكل في بعض، في عندك صراع. هاي القراءة طبعا يا جماعة للمرتبطين، في هون بخص اشي زواج واطفال. احتمال انت تكون شخص في مع شخص هو في طرف اخر غيرك، وانت شايفه عارف هاي العلاقة وعامل له مشاكل، هو بسبب هيك هو بفكر انه انت عامل له مشاكل بسبب طرف اخر، هو بفكر فيك باللفرز في الحب، لكن يمكن عشان انت عامل له مشاكل بسبب طرف اخر دخل بينك. شخص معك في علاقة زواج او ارتباط او خطوبة او ايا كان ارتباط بيناتكو، هذا الشخص شافك انك عامل له مشاكل على حب، علاقة اخرى، مشاكل يمكن مادية احتمال تكون، بس هو شافك انك انت مفتح له مشاكل كتير، وحاسك انك انت مش مسيطر على مشاعرك، مش مسيطر على ردات فعلك. احتمال ان الشخص هذا برج الميزان مش قادر يعبر لك مثلا عن مشاعره، وانت حاسس انه مخربط، مش قادر يستقر على مشاعر، مش قادر يستقر على الغضب، على الهدوء، مش مستقر على نوع من المشاعر او نوع من المزاجية. يمكن الشخص اللي معاك برج الميزان هو شخص مزاجي، في يمكن مشاكل بيناتكو عشان مشروع، عشان عمل، عشان شخص اخر، طرف اخر. احتمال يكون الطرف الاخر منك يا برج الميزان او من الشخص اللي انت مرتبط فيه. طيب خلينا نشوف شو نقاط الضعف بيناتكو والقوة بيناتكو. انت يا برج الميزان انت لازم تاخد خطوة، انت لازم تأكشنها. كمان انت شايف الشخص هذا، شايفك هذا الشخص انك اكشن كتير او مش شايف فيك اكشن، بس افتعال مثلا مشاكل. الشخص ده كيف شايفك؟ شو نقاط القوة بيناتكو؟ الاسف وان انتو نقطة القوة بيناتكو اللي هو الاتحاد مع بعض او التجدد دائما، لانه نقطة الضعف اللي هي السون، انه فيش تجدد في حياتكو، كأنها مظلمة بدون شمس، حياتكو فيش فيها اشراقة ولا بهجة من جديد. نقطة القوة يمكن السيطرة على هاي العلاقة او التمسك في هاي العلاقة. انتو الطرفين سواء انت يا برج الميزان او الطرف الاخر اللي معاك متمسك فيك وانت متمسك فيه، تمسككم في بعض هي اللي مخلي حياتكو ماشي او ارتباطكو يضل قوي. وكمان الشغف اللي بيناتكو، في شغف، انتو بتحبوا بعض ورومانسيين، لكن في تدخل اطراف، في عندكو مشاكل في العمل، انتم متمسكين في بعض، في حب بيناتكم، في جاذبيه بيناتكم وشغف وكيمياء كمان، لكن في شيء عندكم نوع من الروتين، انتم الروتين عندكم ممل قاطر، يعني اليوم بمرق نفس، بتكرر نفس اليوم اللي انتم مرقتوا فيه، كأن اليوم عندكم هو مش نهار طول الوقت ليه، يعني انتم عندكم حياتكم يا برج الميزان النقطة الضعف انه انتو فيش عندكم صباح، فيش عندكم نهار، فيش عندكم اضاءة، فيش عندكم روتين تاني، تغيير، بهجة، سرور، اشراقة، حب للحياة، شغف للحياة، وكأنكم منطفئين في هاي العلاقة. طيب
الشخص هذا ايش مخبي عنك؟ الشخص هذا مخبي عنك انه تعبان جدا جدا. الشخص هذا كأنه كل الناس اتفقوا عليه انهم يغدروه، وهو يعني زي بالقوة هو بيرفع نفسه، يعني وكأنه الشخص هذا انضحك عليه كتير، تعذب كتير، حمل على ظهره أشياء كتير، بس هو مخبي عنك انه هو حاسس بالضعف، حاسس بالضعف وقلة الحيلة. ناشوف أكثر. لكن يا برج الميزان انت لازم تتحرك، علاقتكم حلوة لكن منطفئة، فيش فيها شعلة، هي اصلا نقطة القوة فيها الشعلة اللي بيناتكم، هاي الشعلة انطفأت من الشمس، نفس الاشي شعلة لكنها انطفأت هاي الشعلة. في مشاكل بتحصل بينك يا برج الميزان انت وشريكك او انت الشخص المرتبط فيه، مشاكل كتير بسبب عدم التوازن، التوازن المادي، التوازن الأسري، التوازن بسبب مثلا الأطفال، بيناتكم أطفال بيصير مشاكل كتير بسبب الأطفال، عندكم شجرات على الأطفال بسبب إنه الميتينج طلعت مقلوبة، طلعتها يمكن فيش استقرار في زواجكم. لكن بقولكم من سنة لهلا رح تبدأ التغييرات، إن الشخص هذا خلص أكل اللي فيه النصيب وزيادة، هو مخفي عنك إنه هو تعبان وحاسس حاله ضعيف، كأنه فيش في حيلة في إيده. خلينا نشوف، كأنه علاقتكم انطفت، شعلتها انطفت، هي بس واقفة بس على المشاكل بيناتكم. الشخص هذا مخبي عنك انه تعبان بسبب المنزل، تعبان بسبب العمل، تعبان بسبب شيء ما، او حامل المسؤولية لحاله وانت حامل مثلا في ماسك في مشكلة واحدة، وكأنه حامل البيت على كتفه وانت بس ماسك في مشكلة واحدة، وكان عندك صراع بس او انت صراع مع ناس اخرين وتركه هو يحمل المنزل او يحمل هموم المنزل مثلا على كتفه لحاله.